السلام عليكم. طبعا بلش شرح السؤال، طبعا بوابات المائلة. الآن الابتكال جيت، الابتكال جيت يعني ببساطة هي عبارة عن مطلق، تمام، أو شكل بيضاوي. جيت كفرس إند أوف 4 متر ديمتر، الديمتر له 4، يعني هاي 2. أعطاك إنه هاي 40 ديمتر، رسمة أعطاك 5، بالتالي 5 هاي 4، بالتالي الـA 2.5 بـ 2. إذا تفهم رسمة أعطاني هنا 5، بالتالي أكيد واحد من الأطوال 5. أنا بالسؤال إنه 4 ديمتر معناته وضع 4. The gate is hinged at، في عندك هون هنج، عندنا الهنج، إذا بدي أفك تطلع لي رياكشن. Is the normal force F. قيمة الفورس F. Record tube in the gate. The water deep. The water is 8 deep above the tube. يقول لك إذا الارتفاع هذا 8. تمام. سؤال سهل جدا جدا جدا. تركز معي. ماشي. صفيحة مائلة. تمام. صفيحة مائلة. تكون الصفيحة مائلة. بدو أخذ السنتر أوف بريشر. مش سنتر أوف بريشر. قيمة الفورس. أو قيمة البريشر هي جاما في H. H باخذ H هاي. تمام. شو بعمل أنا؟ بس تكون صعب عليك، فأنا دائما بحب أخذ المسافة المائلة زي هيك لسطح المي. تمام، سطح المي، بالتالي بدي أطلع هاي، هاي لها كم؟ لها 5، هي لأنها مستوية قديش نصها؟ 2.5، فبالتالي السنتر للصفيحة هو 2.5 من هون. تمام، بس أنا ما بحسب هاي، بحسب المسافة من هون، بحسب المسافة هاي. هاي كيف بحسبها؟ بتعطيني هاي 8، بتعطيني هاي 4، هاي 5، المثلث اللي عندي هون 3 4 5، بالتالي زاوية ثيتا عبارة عن 10 انفرس مثلا 4 على 3. تمام، طلع معي رقم معين، خلينا نحسبها بس. تطلع الزاوية معي 53.13، بالتالي هاي ثيتا. شو بعمل أنا؟ خلاص استفدت من الأطوال، أموري تمام. شو بعمل؟ بكسر هاي المسافة المائلة 2.5، بعدين هاي الثمانية، هاي الثمانية بحللها لمائلة. شو بعمل؟ بحكي 8 ساين الزاوية، 8 على ساين الزاوية بعطيك المسافة المائلة. جبتها معروف، إذا قسمت على الساين، ساين بين الواحد والسالب واحد، قسمت رقم صغير بيعطيك طول اكبر، ومعروف دائما الطول المائل هو اكبر، فبالتالي 8 على ساين، 8 على ساين الزاويه 10. المسافه هاي من سطح الهنج، هايها سطح الهنج هون هي 10، المسافه كامله كم؟ 2.5، 10 12.5، بالتالي الواي ار 12.5. خلاص بدي احسب البريشر. البريشر هي عبارة عن جاما في H، جاما 9310، H اللي هي Y بار 12.5، إيش هي مسافة مائلة بديها عمودية. شو بعمل؟ ضرب ساين الزاوية، ساين 53.13. تجي صرت تحكي لي الطريقة عجقتني، شو بعمل؟ بك العمل كالتالي، هاي 8 صح؟ بدي المسافة هاي، المسافة هاي كم؟ هاي 5، صار 2.5، يعني هاي المسافة المائلة 2.5. تمام؟ شو بحكي؟ 2.5 ساين ثيتا 53 زائد 8 زائد 8، شو بيعطيك؟ بيعطيك المسافة هاي، ضربتها كامل هي 9810، طلع الفورس. أتمنى تكون وصلت. تحسب الفورس أو تحسب البرشر أو الفورس، بغض النظر تحسب البرشر، بغض المسافة العمودية من سنتر الصفيحة بحسبها، بتجيب هاي رياضيات. كيف هاي من نص المسافة؟ هاي المسافة شو بدك تعمل؟ تحطها تخليها عمودية، نازع عمودية زي هيك. كيف هاي؟ هاي 8، بتحلل الزاوية، شو بتعمل؟ ضرب في ساين الزاوية، ببساطة والأفضل اللي أنا بحبه صراحة، بعمل هيك، تمام؟ بدي أوجد المسافة من هون لهون، بحلل الثمانية، وهاي معي 2.5، ومعي 12.5، لما هاي أضربها في ساين الزاوية بعطيني الفورس. بس بدي الواي سي بي، الواي سي بي عبارة عن دائما 12.5، مش هيك انا بحب المسافه المائله عشان اطلع المسافه المائله هاي 12.5 زائد الاي اكس اكس عشان نعطيك الخمسه. تمام، احنا
حكينا المخروط هيك، مخروط القطن الناقص، حكينا هاي 4 وحكينا هاي 2 2.5. شو بنعمل؟ شو اللي ظاهر عندي؟ اي طول ظاهر عندي؟ ظاهر طول 5 عندي، بالتالي بكعب 2.5، بكعب 2.5، 2.5 قريب ضرب 2 باي كأنه 3، ونفس القانون نفس القانون، الاريا تبعته مسافة 12.5. خلينا نشوف هل هذا الشيء صار ولا لا. شكل الالف هاي، شوف انا عامل لك اياها مسافة مال زاوية ثيتا، زاوية ثيتا ساين انفرس 4.5، انا اخذت انفرس 4.3. هاي شوف انا قايل لك انكلايد ديستانس فروم سيرفيس، المسافة المائلة فروم سيرفيس وين؟ عند الهنج، عند الهنج اللي هي المسافة هاي كم انا قايل لك اياها؟ 8 ساين الزاوية 10. فيها للنص شو بعمل؟ بزيد 2.5 هي 12.5، بالتالي هذا ايش؟ الانكلايد ديستانس والواي الواي بار، بالتالي البرشر هي اما في اتش في ساين الزاويه، فورس البرشر في مساحه القطع الناقص باي في اي في بي، باي في اي في بي هيو 4 وهي 5. عشان الواي سي بي، الواي سي بي شو قلت لك؟ لما باخذ المسافه المائله 12.5 هذا قانون، وشوف مين كعبت؟ كعبت 2.5، بس بدي تفهم مين تكعبت؟ كعبت الطول اللي ظاهر عليك. الاريا تبعته طلع معي 12.625، المسافه الصغيره هاي 1.25، واحد ربع ربع 1.25. تمام، هل ما خلص؟ طالب فورس. تمام، كيف تجيب الفورس؟ عندي هيك فورس بدو اياها. انا بعرف انه في عندي فورس اللي برشر بدي هون السنتر الصفيحة، يعني هاي المسافة هون لهون 2.5، مسافة من هون لهون طلعت معي بوينت 2.5، هي مستطعت هي كاملة 2.6.5، الفورس عندي هون موقع، هي الفورس اللي برشر كم طلعت أنا؟ 1,540.9. إيش بدي أعمل؟ المومنت عند الهند، هو بدي طالب الفورس هاي، مو المومنت بساوي زيرو، بحكي 1,500، بحكي هاي المسافة ال 1,540.9 في المسافة هاي اللي هي 2.625 ناقص أو تساوي الفورس F في المسافة هاي، هاي المسافة كم؟ 5، تطلع مع الفورس F. خلينا نشوف الحل، دائما بطلع الانكلاين ديستنس المسافة المائلة، بعدين بحط بعدين المسافة اللي عند السنتر اللي هي 12.5، بطلع الفورس دائما الانكلاين ديستنس ضرب ساين الزاوية، بطلع الفورس بدي اخلص بدي اطلع الفورس هاي او بطلع الاي اكس اكس طلعتها، بعدين بدي اوجد الموقع قوة الضغط اوجدته انا، بعدين شو بعمل؟ بحكي هاي المسافة في 5، باخذ المومنت الطبيعي. هذا السؤال خليه لحاله، وان شاء الله الفيديو الثاني راح يكون اسهل. يعطيكم العافية.